استمر العرس من ساعة 9 مساء إلى حد الساعة 11 ليلا. ولكن صار اللي ما كنا متوقعين أبدا ولا يخطر على بال أحد. دخل الكل بحلم كابوس وانقلبت به كل الموازين. الكل يتمنى أن يصحوا من هذا الحلم وهذا الكابوس. وتغيرت أصوات الحضور من الأفراح والهلاهل إلى أصوات خوف ودرع وصراخ. ومنهم من ينادي على أطفاله، ومنهم من يركض حتى ينجو بروحه. تدافعت الناس وارتفعت الأصوات، ومنهم من وصل إلى بر الأمان وخرج من هذه القاعة، قاعة العرس، قاعة المأساة والدموع. ومنهم من حياتهم متعلقة بعقولنا وأجسادنا والأماكن اللي تذكرنا بكل شيء فيها. كيف ننساهم؟ هم عاشوا وياي. كيف ننساهم وكل ذكرياتهم وياي؟ كيف ننساهم وماتوا بين ايدينا؟